وشوشة. اول حاجه طبعا مش موجود اللي كانوا بيسمعوه قبل كده المسلسل والكلام ده، هي عشان دي حاله كانت معينه الناس ارتبطت بيها، لسه يمكن ما توظفتش الحاله دي انها تحصل تاني. رقم واحد. رقم اتنين، اغنيه لو وبنحبك يا دنيا بجد، انا لما لقيت الناس حبتني في مقام معين زي مقام البياتي ده وتشدوا ليا، يمكن التتر التاني عمل بروباجندا اكتر من التتر الاولاني. ليه كده؟ عشان هم ودانهم راحت لمزيكا معينه، مقام معين، فالمقام ده انا اشتغلت عليه بعد كده في البومي، عملت اغنيه باركولي عليها من نفس المقام بياتي، وده اللي انا بقولك احيت تاني، حاولت ان انا احيي تاني نفس المزيكا طبعا قد ما اقدر. يعني بعد الالبوم يعني نديله حقه شويه ياخد الاغاني تتسمع اكتر والناس تفهمها اكتر، وبعد كده نفكر في سينجل ان شاء الله. بحبكم جدا وبحترم ارائكم جدا سواء بالسلب او بالايجاب، واتمنى ان نفضل حبي عندكم زي زمان واكتر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.